خلاص يا برنس، خلصنا افريقيا وخدنا بطولة افريقيا وخدنا العشرة كده يا برنس، نروح بقى ونفوق من اليمين للدوري المصري. ادينا راجعين للدوري المصري، عشان الناس اللي بتقول ان الاهلي هيبقى بعيد جدا ان هو يبقى بطل الدوري المصري ايه الموسم ده، انا بقول لك يا برنس باذن الله الدوري المصري اهلاوي، وكده كده الدوري عارف مكانه فين، الدوري عارف مكانه فين، في الجزيره يا برنس. خلص الموضوع النهارده باذن الله، هنكلمك وهنعرفك تشكيل النادي الاهلي امام البنك الاهلي في الدوري يا برنس، وهنتكلم على كل حاجه مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري، يعني هنعرفك التشكيل وهنعرفك خطه اللعب اللي هيبدا بيها موسيماني وكل حاجه يا برنس الليالي. ويعني ما تنساش اللايك بتاعك، وما تنساش اشتراكك في القناه يا برنس، ماشي، وتخش في تعليق تتوقع نتيجه مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري يا برنس. يلا بينا يا برنس نتكلم على الاهلي بشكل عام. النادي الاهلي داخل الدوري المصري بعد غياب كبيره جدا، او يعني بعد بطوله افريقيا، يعني النادي الاهلي داخل في المركز الثاني ولاعب 23 مباراه وفايز في يا برنس في 15 مباراه ومتعادل في 6 مباريات وخسران مباراتين، والنادي الاهلي معاه 51 نقطه. النادي الاهلي لو فاز على البنك الاهلي وباذن الله النادي الاهلي يكسب هيبقى معانا 54 نقطه، هيبقى لاعبين 24 مباراه وبنقرب للصداره يا برنس. النادي الاهلي يوم الخميس الساعه 7 هيلاعب البنك الاهلي، والبنك الاهلي اللي بيصارع على الهبوط، يعني البنك الاهلي اساسا يعني من ضمن الناس المنتظره ان هي تنزل الهبوط، فالنادي الاهلي او البنك الاهلي عاوز ان هو يكسب الاهلي عشان يعني يضمن بقائه في الدوري، يعني المباراه هتبقى صعبه على الفرقتين، ان برضه ان النادي الاهلي عاوز يكسب عشان يوصل لصداره الدوري ويخلص فرق النقاط، عشان لو النادي الاهلي كسب كل المؤجلات هيبقى متصدر الدوري يا برنس، ويبقى الدوري بتاعنا بفارق نقطتين باذن الله ونبقى ابطال الدوري يا برنس. ولكن مباراة هتكون صعبة، مباراة هتكون صعبة جدا جدا يا برنس، ان امام البنك الاهلي في الدور الاول لو تفتكر معانا كان مباراة صعبة جدا وطلعت روحنا، وايمن اشرف جاب جون وقال لك ده مش جون والفار والكرة مش عارف دخلت منين ومنين، وطلع حوار في ماتش البنك الاهلي والاهلي في الدور الاول، ولكن الحمد لله الماتش عدى على خير. ولكن المباراة القادمة مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة ليه؟ إن النادي الأهلي جاي من أفريقيا، إن النادي الأهلي جاي ببطولة أفريقيا وبطل أفريقيا والعشرة وكل بقى الشخصية، ولازم إن إحنا نكسب ماتش البنك الأهلي. المباريات الأخيرة في الدوري، نتكلم بقى على الدوري، إن نادي الأهلي اتلدع من مباراة بيراميدز، اتلدع من هذه المباراة لما تعادل 2-2، بعد كده قال لك لا الدوري هيروح مننا، مسك سموحه طق 4، مسك مصر المقاصه طق، فخلاص بقى اللي نقابله ودي بليب والمقاولين، بص كل اللي بنقابله بنديله وبنكسب. المباراه القادمه هتبقى صعبه جدا جدا للنادي الاهلي، ولازم موسيماني يركز، ولازم موس، ولازم لعيبه النادي تشد شويه ونضغط زي المباريات بتاعت مصر المقاصه وسموحه والمقاولين اللي احنا كسبنا في هذه المباريات، لازم نفضل مستمرين على هذا المنوال ونفوز بكل المؤجلات يا برنس. تشكيل مباراه النادي الاهلي امام البنك الاهلي، طبعا في حراسه المرمى هيبدا علي لطفي عشان الشناوي في الاولمبياد وربنا يوفقك يا شن، ماشي علي لطفي وكل الثقه لعلي لطفي في هذه المباراه. ناحيه اليمين عوده من بعد غياب محمد هاني هيرجع تاني لمكانه ناحيه اليمين، ناحيه الشمال هيبقى علي معلول، طبعا مفيش خلاف عليه. اتنين قلب دفاع بدر بنون وايمن اشرف كده متفقين، اتنين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية، ناحيه اليمين هيبقى حسين الشحات، وناحيه الشمال اجاي. هتقول لي طب ايه ده يا عم فين طاهر؟ طاهر يا باشا في الاولمبياد. اجاي اللي هيبدا، هتقول لي فين كهربا؟ كهربا في مشاكل بينه وبين موسيماني قوي، ولكن ما بيبداش اساسي، ولكن بينزل كاحتياطي، ولكن اللي هيبدا اساسي في المباراه دي اجاي. اللاعب صانع الالعاب طبعا كلنا عارفين القضيه، ممكن قفشه يا برنس هيبقى هو صانع الالعاب. وفي الهجوم محمد شريف المخيف يا برنس، دي تشكيله النادي الاهلي، اعيدها لك من تاني. في حراسه المرمى هيبقى محمد الشناوي، اربعه خط دفاع بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، اثنين في نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السولية، ثلاثه اللي قدام حسين الشحات، افشه، اجاييه. في الهجوم محمد شريف، دي تشكيله النادي الاهلي اللي هيبدا بيها موسيماني. مباراه البنك الاهلي امام النادي الاهلي مباراه هتبقى صعبه ومباراة هتبقى رخمة، وواضح ان فرقة البنك فرقة رخمة، يعني بلغة الكرة فرقة رخمة، فرقة انك ما تعرفش تكسبها. هو هتقول لي ما ترتيبها في الدوري تحت يا باشا، من ايه اللي ما نعرفش نكسبها؟ ولكن انا بقول لك ان دي فرقة وخاف من الفرق اللي هي بتصارع على البقاء في الدوري. ما بص
الفرقه زي البنك الاهلي هو واحد مش باعه لحاجه. شفت لما يكون واحد خلاص انا مش باعه الدنيا انت فاهم، هيلعبك المباراه انت عمال يهاجمك بقى، ما هو خلاص ما هو كده كده وعاوز يكسب، هو كده لو خسر هينزل بقى. هو كده ما قدموش حاجه تاني غير الفوز، فهينزل ضغطك بشكل كبير جدا وهيضيع عليك المساحات وهيرخم عليك ان هو عاوز يكسب. ولكن موسيماني عنده الحس يعني عنده مرونه في التكتيك، عنده مرونه بيعرف يقرا المباريات. موسيماني مدرب ذكي، لما شفناه امام مقاولين العرب ماتش كان معقرب، ماتش كان رخم، تحس ان مقاولين العرب باني سد، يعني باني سد في نص الملعب ما تفهمش. ولكن موسيماني ساعتها سحب ياسر ابراهيم ونزل صلاح محسن عشان يهاجم، بعد كده سحب حمدي فتحي بتالي ونزل بدر بنون. عنده مرونه، قدر ان هو قال لك ايه، ما هو ما فيش حد بيروح على الجون عندي، فانا اسحب واحد من الدفاع فايه استفيد بيه واحد منه في الهجوم. فهذه النقطه ان موسيماني بيعرف يقرا المباريات بشكل كبير جدا. ولكن موسيماني بعد الطفره اللي عملها في النادي الاهلي اليومين دول، واخد بطولتين افريقيا في 9 شهور ما فيش حد عملها، واخد دوري، واخد كاس، سوبر افريقي، سوبر مصر، واخد بطولات. فانت بتتكلم ان موسيماني هيبدا ان هو خلاص عاوز يسيطر على الدوري، عاوز ان الدوري ده خلاص يبقى بتاع النادي الاهلي. عشان نبقى متفقين، الدوري ده صعب جدا الموسم ده، عشان نادي الزمالك مخلص مؤجلاته، ونادي الزمالك قاعد قال لك كده يا برنس احنا عمال نضغط على النادي الاهلي. هم ما يعرفوش انك طول ما انت عمال تضغط على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي بيستمر في الانتصارات، ودي حاجة كويسة جدا جدا يا برنس، ان النادي الاهلي يفضل عنده الشراسة وعنده الحمية ان هو يكسب. وبرده مباراة بيراميدز هي تعادل وكان متضايقين، ولكن نقطة دافع او يعني حاجة زقت النادي الاهلي للدوري بقى. قال خلاص احنا مش هنستهتر بالدوري، احنا لازم نركز في الدوري ولازم نفوز بالدوري. فدي النقطة ان الفريق استهتر بشكل كبير. انت لو جيت ركزت في جون التعادل تحس ان اللعيبه كانت مستهتره جدا، من سواء علي معلول لرامي ربيعه لقفشه، لما رجعها رامي ربيعه تاني رامي ربيعه بيرجعها للشناوي، الشناوي ما استلمهاش عدل، قلت ترايلي ده بتاع بيراميدز ضغط على الشناوي وجاب جون. فانت بتتكلم ان لعيبه الاهلي كلها كانت مستهتره بهذه المباراه، فانت بتتكلم ان مفيش استهتار في ولا مباراه في الدوري. فانت لازم تركز في مباريات الدوري الاهلي، ولازم فرقه الاهلي تركز جامد جدا جدا في مباريات الدوري، يعني مفيش استهتار تماما، لازم كل مباراه ننزل بمكسب، كل مباراه ننزل بفوز، كل مباراه لازم لازم لازم، مفيش استهتار تاني. فدي توقعاتنا للمباراه، انا توقعاتي للمباراه ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، ومحمد شريف واجاييه، حاسس الواد اجاييه هيعملها، انا حاسسها ان الواد اجاييه هيعملها وهيجيب جول. تعرفش لله لله ابو خالد ده ماشي معاه. بص هتقول لي هو ما بيلعبش، ولكن انا بحبه الواد ابو خالد ده، لعيب كويس، لعيب مجتهد، لعيب بيعرف يلعب كوره كده، لعيب من ايه طراز القديم، اللعيبه القديمه كده اللي تحس ولا سريع ولا بطيء ما تفهمش، لكن بيحب يلعب ايه الكره السهله اللي هو باصي بصي لك انت فاهم. ولكن النادي الاهلي لازم يخش المباراه ديت، لازم تقعد تفكر معايا ان النادي الاهلي لازم ان هو يفوز في المباراه الصعبه جدا جدا، وهذه المباراه صعبه جدا تماما. هتقول لي بقى يا باشا ما احنا مش عايزين نتحفل علينا يا عم جيمي، ما انا بقول يعني الدور الاول اتحفل علينا عشر، قال لك ايه اشرب عصير تانك وانسى اللي حصل من البنك. احنا مش عاوزين دي. احنا مش عاوزين تتقال لنا الجمله ديت اللي يقولوا لك اشرب عصير تانك وانسى اللي حصل من البنك. احنا يا باشا عاوزين نقول لهم ايه، اشرب انت عصير تانك وانسى اللي حصل من البنك، عشان نبقى متفقين. ولكن وصلنا لغايه نهايه الحلقه بتاعتنا، ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك في القناه برنس، وعاوزك تتوقع معانا نتيجه مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي عندك في التعليقات يا برنس، وتدعي للنادي الاهلي انه يفوز ببطوله الدوري او مصر يا برنس. سلام.